أهلا ومرحبا بكم مع لقاء جديد من علوم الدار، أقدمها لكم أنا محمد الوهيبي وفي نشرتنا لهذا المساء. رئيس الدولة يأمر بالإفراج عن 988 نزيلا في المنشآت الإصلاحية بمناسبة عيد الأضحى المبارك. محمد بن راشد يصدر مرسوما بتنظيم ترقية وتقاعد العسكريين المحليين العاملين في إمارة دبي. أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بالإفراج عن 988 نزيلا من نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية ممن صدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة، وذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. تأتي مبادرة صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله في إطار المبادرات الإنسانية لدولة الإمارات، والتي تستند إلى قيم العفو والتسامح وإعطاء نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية فرصة للبدء من جديد في المشاركة الإيجابية بالحياة بما ينعكس على أسرهم ومجتمعهم. ويحرص صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله كل عام على العفو عن عدد من نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، تعزيزا للروابط الأسرية وإدخال السعادة والسرور إلى قلوب الأمهات والأبناء، ومنح النزلاء فرصة الاستفادة من هذه المناسبة المباركة للعودة إلى الطريق الذي يضمن لهم حياة اجتماعية ومهنية ناجحة. وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله التحية إلى الآباء في الإمارات والعالم في مناسبة يوم الأب العالمي، مستلهما سيرة الأب المؤسس لاتحاد دولة الإمارات المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان. وقال سموه في تغريدة عبر حسابه الرسمي في تويتر: أبونا زايد رحمه الله دائما يملأ ذاكرتنا، ونستحضر مع أبنائنا وأهلنا كيف كرس حياته كأب لعائلة ووطن، ونذر نفسه بسخاء في سبيل سعادة أبناء وطنه. أصل كل ما نحن فيه بدأ على يديه. في يوم الأب العالمي أحيي الآباء في الإمارات والعالم، وأقدر عطاءهم وتفانيهم في الأسرة والمجتمع. أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء رعاه الله بصفته حاكما لإمارة دبي المرسوم رقم 27 لسنة 2023 بشأن تنظيم ترقية وتقاعد العسكريين المحليين العاملين في إمارة دبي. كما أصدر سموه القرار رقم 16 لسنة 2023 باعتماد لائحة الكفاءات الخاصة بترقية العسكريين المحليين العاملين في إمارة دبي. استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة اليوم في قصر الوطن معالي بختيار سعيدوف وزير خارجية جمهورية أوزبكستان. تم خلال اللقاء بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية أوزبكستان في مختلف المجالات والقطاعات الاقتصادية والاستثمارية، بما يحقق مزيدا من التقدم والخير والازدهار للبلدين والشعبين الصديقين. واستعرض سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان مع معالي بختيار سعيدوف الشراكة الاستراتيجية القائمة بين البلدين وعددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مرسوما أميريا بشأن ترقية وتعيين مدير عام لهيئة الشارقة للآثار. كما أصدر سموه مرسوما أميريا بشأن تعيين مستشار لهيئة الشارقة للآثار. وجه سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب حاكم أبو ظبي تحية تقدير إلى الآباء بمناسبة يوم الأب العالمي، حيث قال سموه على حسابه في تويتر: في يوم الأب العالمي تبقى ذكرى والدنا الشيخ زايد رحمه الله حاضرة في الوجدان، وتظل مآثره حية فينا، وفي هذه المناسبة
تحية تقدير إلى الآباء الذين بعلمهم بعملهم وحكمتهم وتضحياتهم يصنعون القدوة الحسنة لأبنائهم، فيصبحون شركاء في بناء الأوطان وترسيخ دعائم حاضرها ومستقبلها. شهد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان الحدث السابع من سلسلة لقاء من الفضاء الذي نظمه مركز محمد بن راشد للفضاء بالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة عجمان في مدينة عجمان. وحرص سمو ولي عهد عجمان على التحدث إلى رائد الفضاء سلطان النيادي، وقال سموه إن رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي انطلق بطموح زايد إلى الفضاء ليكون أول رائد فضاء عربي في مهمة طويلة الأمد تستغرق 6 أشهر في محطة الفضاء الدولية، والذي جعل الإمارات على موعد متجدد في كتابة التاريخ وعزز موقعها ضمن الدول الرائدة عالميا في علوم الفضاء وتقديم خدمات جليلة لخير الإنسانية جمعاء، مؤكدا سموه أن الدولة ترسم مستقبلا جديدا وواعدا للمنطقة بدخولها عالم الفضاء بكل جدارة وثقة. تعرف شبابنا عن قرب إلى مهمات استكشاف الفضاء، هدف أساسي وضعه مركز محمد بن راشد لمهمة رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي. ومن خلال سلسلة لقاء من الفضاء وفر المركز للجمهور فرصة التواصل والتفاعل مع سلطان بطرح الأسئلة عن تفاصيل مهمته على متن محطة الفضاء الدولية والتجارب التي سيجريها والفوائد المرجوة منها. في هذا الحدث تم التواصل مع رائد الفضاء سلطان النيادي، وكان في أسئلة من الجمهور ومن سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي أيضا، وتكلم فيها سلطان عن يومه، عن مهمته في محطة الفضاء الدولية، التجارب العلمية، كيف كانت 3 شهور اللي مضت، وشو إن شاء الله الجدول المستقبلي إن شاء الله في الشهور اللي تمت من المهمة. وإن شاء الله المركز ينظم هاي السلسلة الأحداث لقاء من الفضاء لين ما يرد سلطان النيادي من محطة الفضاء الدولية في مختلف الإمارات إن شاء الله، لين ما يخلص كل 7 إمارات في الدولة إن شاء الله. حضر اللقاء أكثر من 1000 مشارك كان أكثرهم من الطلاب، وشهدت اللقاءات الست الماضية مع سلطان النيادي حضور ما يقرب من 6500 شخص من الشغوفين بالفضاء والمهتمين بتفاصيل أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب. أنا الصراحة جيت هالإيفنت لأني كان حلمي أني أصير من أنا صغيرة أني أصير رائدة فضاء وأرفع بلادي، فجيت حسب أتعلم منهم شو الأشياء، وأصلا كنت بسأل حق سؤال. بصراحة أنا جدا سعيدة اليوم لحضوري لهذا الحدث الرائع العظيم لقاء من الفضاء، تعلمت من خبرات سلطان النيادي وشو هي الأشياء اللي يسويها في الفضاء، واستفدت أيضا من الأسئلة اللي طرحوها الجمهور على سلطان النيادي. هذه الاتصالات المباشرة من محطة الفضاء الدولية تلعب دورا استراتيجيا في تحقيق أهداف برنامج الإمارات الوطني للفضاء. النسخة 7 من لقاء من الفضاء كانت فرصة لإلهام المجتمع والأجيال الناشئة من محبي استكشاف الفضاء لتشجيعهم على التعمق أكثر في دراسة مجالات العلوم. لمركز أخبار قنوات أبوظبي، ناصر الرميثي، دبي. ترأس سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان اجتماع مجلس أمناء جامعة عجمان، ورحب سموه في بداية الاجتماع الذي عقد في مقر الجامعة بأعضاء المجلس، واطلع على عدد من إنجازات الجامعة في المجالات المختلفة التي تعكس جودة مخرجات التعليم في جامعة عجمان، حيث صنفت مفوضية الاعتماد الأكاديمي التابعة لوزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة جامعة عجمان كمؤسسة ذات ثقة عالية وفق التقييمات الأخيرة التي أجرتها. في يوم الأب العالمي، وجه سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة تحية تقدير وعرفان إلى كل الآباء في الإمارات والعالم، حيث قال سموه على حسابه في تويتر: الوالد المؤسس زايد رحمه الله نراه في كل تفاصيل الوطن، نسمع حكمته عند كل مبادرة، فهو الحاضر المشرق في الذاكرة، هو الخير ودائما الخير زايد. وفي يوم الأب العالمي نستذكر ما قدمه كل الآباء في الإمارات والعالم
من إخلاص وتفان وقصص عطاء، فلهم دائما كل التقدير والعرفان. بمناسبة يوم الأب العالمي، قال سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين على حسابه في تويتر: في يوم الأب العالمي نستحضر مآثر الأب المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، نموذجا إنسانيا فريدا نستلهمه قدوة في البناء والبذل والعطاء وترسيخ القيم الإنسانية العليا. عقد المجلس الوطني الاتحادي جلسته 13 من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي 17 برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس. جرى خلالها الاطلاع على رسالة واردة من الحكومة وتقريرين واردين من اللجان، ووجه سؤالا إلى معالي وزير الطاقة والبنية التحتية. وتتضمن الرسالة الواردة من معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي قرار مجلس الوزراء بشأن توصيات موضوع سياسة الحكومة في شأن استدامة خدمات الكهرباء والماء. تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أم الإمارات رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، نظم الاتحاد النسائي العام وبالتعاون مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي ممثلة في مديرية مكافحة المخدرات ملتقى تحت شعار شاركنا لنمنعها بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والإتجار غير المشروع بها، وذلك في مقر الاتحاد النسائي العام في أبوظبي. وقالت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك بهذه المناسبة: نسعى من خلال هذا الملتقى على العمل التكاملي بمحاذاة القطاع الأمني ودعم جهوده الوطنية المخلصة لتحقيق أهدافنا في التصدي لهذه الآفة من خلال استعراض وشرح مشكلات تعاطي المخدرات والتعريف بأسبابها وتبيان خطورتها وانعكاساتها السلبية على الفرد والمجتمع والاضطرابات الصحية والمشكلات الاجتماعية المترتبة على التعاطي، إلى جانب توعية المجتمع بمخاطر إساءة استخدام العقاقير المخدرة والإدمان، وكذلك بيان الخطوات التي يبدأ بها المدمنون طريقهم نحو الإدمان. وحرصت سموها على توجيه رسالة للآباء والأمهات أكدت فيها أن الأسرة هي الدرع الواقية والحصانة الوجدانية والمعرفية والنفسية والاجتماعية لأبنائها. أهلا بكم من جديد. أعلن برنامج نافس عن فتح باب التسجيل للدفعة الثانية من برنامج تطوير كوادر القطاع الطبي والصحي، والذي يهدف إلى استقطاب 2000 مواطن خلال العام الجاري والوصول إلى 10,000 فرصة عمل للمواطنين في مختلف التخصصات الطبية بحلول عام 2026. ويوفر البرنامج الذي يستهدف حملة شهادات الثانوية العامة منحا دراسية ومكافآت شهرية، إضافة إلى فرص وظيفية بعد التخرج واستيفاء الشروط المطلوبة، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى توفير فرص عمل للكفاءات الوطنية في القطاعات ذات الأولوية ومن ضمنها القطاع الصحي. انطلق اليوم الملتقى الوطني لخبراء المواد الخطرة في أبوظبي بالتعاون والشراكة مع جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا وبحضور مجموعة من الخبراء والمتخصصين في مجال حوادث المواد الخطرة. تحت سقف جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا في العاصمة أبوظبي، اجتمع عدد من الخبراء والمختصين إلى جانب متخذي القرار، وذلك للاطلاع على الملتقى الوطني لخبراء المواد الخطرة. بدأ الملتقى أعماله بمشاركة معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة الدولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، ويهدف الملتقى إلى سد الفجوات المعرفية لدى المنظومة الوطنية بجانب تحويل التحديات إلى فرص بحثية لمعالجتها وتحفيز الابتكار والتطوير في مجال الطوارئ المعنية بحوادث المواد الخطرة. يهدف هذا الملتقى اليوم إلى إنشاء كأول شبكة
علمية عملية بما يخص حوادث المواد الخطرة أو الطوارئ والأزمات اللي ممكن تنتج من المواد الخطرة نفسها. كذلك اليوم احنا نحاول كمخرج نهائي، راح تكون عندنا ورشة كمخرج نهائي ان نطلع اليوم ما هي القائمة الأولية ذات الاهتمام التي يجب على مجتمع إدارة الطوارئ والأزمات أن يبحث فيها ويقدم بحوث أو يقدم دراسات. وتأتي مشاركة الملتقى لتسليط الضوء على البحوث والدراسات والموارد الوطنية وطرق اختيار وتحكيم الأبحاث والدراسات في مجال المواد الخطرة، والتي تشمل المجالات الكيميائية والحيوية والإشعاعية والنووية والمواد المتفجرة، بجانب توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي وتنظيم جلسات لمناقشة التحديات والفرص البحثية. نحن اليوم في مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة استعرضنا دور المجلس في قيادة أجندة البحث والتطوير على مستوى إمارة أبوظبي. أيضا استعرضنا طرق اختيار وأساليب تمويل الأبحاث. الملتقى يتكون من مجموع جلسات العمل المتخصصة في مجال الطوارئ والأزمات وإدارة المواد الخطرة، كما يعزز الملتقى أهمية التعاون في مجال البحوث والدراسات والتأكيد على أهمية التخطيط المسبق والاستعداد والجاهزية للوصول إلى الغايات الوطنية المرجوة ومواجهة التحديات مهما كانت أشكالها بكل احترافية ومرونة، إلى جانب سلامة المجتمع وأمنه وترسيخ مفهوم الصمود والقدرة على مواجهة كافة أشكال التحديات والمخاطر. يعد الملتقى منصة وطنية تهدف إلى تعزيز شبكة التواصل بين الخبراء والمستجيبين ومتخذي القرار وجهات تمويل الأبحاث. لمركز أخبار قنوات أبوظبي، ندى الزعابي، أبوظبي. أهلا بكم من جديد، والآن إلى علوم العالم وأهم الأخبار العالمية. أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم أنه قام بعدة اعتقالات في قرية عريف الفلسطينية بالضفة الغربية بعد هجوم مسلح نفذه فلسطينيان من القرية يوم أمس قرب مستوطنة، وأسفر عن مقتل 4 إسرائيليين. وأفاد الجيش بأن المعتقلين نقلوا للتحقيق معهم من قبل قوات الأمن. ونقلت وكالة وفا عن رئيس مجلس قرية عريف أن القوات الإسرائيلية اقتحمت البلدة وداهمت عدة منازل واعتقلت عدداً من الفلسطينيين. في مستجدات الأزمة الروسية الأوكرانية، سقطت مسيرتان الأربعاء قرب قاعدة عسكرية في محيط موسكو بدون تسجيل ضحايا أو أضرار، وتحطمت مسيرتان صباحا قرب مستودعات قاعدة عسكرية على مسافة نحو 50 كيلومترا جنوب موسكو، مؤكدا أن العملية لم تسفر عن ضحايا أو أضرار. وأضاف أن عسكريين روس أسقطوا المسيرتين، وأوضح أن الأجهزة المعنية في موسكو تحقق في موقع الحادث. اعتبر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ ووزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس أن الحلف الغربي ازداد قوة بالتدريبات الجوية واسعة النطاق إير ديفندر 2023، وتعهد ستولتنبرغ بتقديم مزيد من المساعدات لتحديث الجيش الأوكراني في قمة الحلف المقبلة. وأضاف أن الحلفاء سيعتمدون حزمة مساعدات متعددة السنوات في القمة ستجعل أوكرانيا ترقى إلى معايير حلف الناتو. وقال بيستوريوس أنه يجب العمل بقوة من أجل الحرية والأمن، وفي حال وجود شكوك يجب الدفاع عنهما، لأن التهديد لأمن حلف الناتو أصبح حقيقيا مجددا. قضت محكمة في مدينة كالاماتا الساحلية اليونانية بإيداع 9 من مهربي البشر المشتبه بهم رهن الحبس الاحتياطي بعد حادث مروع لغرق سفينة مهاجرين أسفر عن مقتل المئات في البحر المتوسط. ويواجه المهربون اتهامات بتشكيل منظمة إجرامية وتعريض الأرواح في أعالي البحار للخطر، ويشتبه في أنهم ينتمون إلى عصابة دولية. وغرقت سفينة الصيد التي أبحرت من ليبيا باتجاه إيطاليا في المياه الدولية الأسبوع الماضي، وعلى متنها نحو 700 شخص، وتم إنقاذ 95 شخصا فقط.
أكدت قوات خفر السواحل الأمريكية رصد أصوات تحت الماء خلال عمليات البحث عن الغواصة السياحية التي فقدت قبل يومين قرب حطام سفينة تايتانيك في شمال المحيط الأطلسي وعلى متنها 5 أشخاص. وتنفذ عملية بحث واسعة تشارك فيها القوات المسلحة الأمريكية بمؤازرة من كندا وفرنسا، أملا في إنقاذ أمريكي وفرنسي وبريطاني وباكستانيين 2 على متن الغواصة السياحية تايتان، والتي فقد الاتصال بمشغليها أثناء رحلة لتفقد حطام سفينة تايتانيك على عمق 4000 متر في شمال المحيط الأطلسي. نهاية النشرة، نذكر بأبرز عناوينها. رئيس الدولة يأمر بالإفراج عن 988 نزيلا في المنشآت الإصلاحية بمناسبة عيد الأضحى المبارك. محمد بن راشد يصدر مرسوما بتنظيم ترقية وتقاعد العسكريين المحليين العاملين في إمارة دبي. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.